استاذن حضرتك نبتدي بالحاله الجدليه بتاعت الكابتن محمد معروف. تمام. وماذا لو دخلت الكره المرمى؟ اتفضل يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحاله دي حاله يعني قلما تحدث في الملاعب. في اي ملعب، في أي على اي مستوى. فطبعا اللي حصل من كابتن محمد معروف طبعا ده خطأ لا يغتفر. فان هو يطرد لعيب ويأمر باستئناف اللعب دون ان يخرج هذا اللاعب خارج حدود الملعب او خارج المنطقه الفنيه او خارج المضمار الملعب بالكامل، دي طبعا غلطه لا تغتفر. فطبعا طيب انا عايز اعرف برضو لو هنعرض لقطه حالا، لو سكنت الكره مرمى بيراميدز بقى كده كابتن، هو يبقى هدف غير قانوني، لان طبعا احنا كده اكننا بنلعب بلعيب زياده، اكنك بالظبط لعيب نزل وانت عندك لعيب 11 لعيب في الملعب، ونزل لعيب كمان بديل مسمى بقى 12 لعيب، ده كده وضع غير قانوني بالظبط. وضع عبد الله سعيد انه برضه تم طرده وتوجيه الانذار الثاني ليه طبعا نتيجه الشد العصبي، او هو تطول في الكلام مع كابتن محمد معروف فوجه له الانذار الثاني وطبعا كان نتيجه الطرد. طيب حضرتك بتقول ان الهدف غير قانوني، طب هو كمل بقى والهدف هو حسبه بعد انتهاء المباراه؟ هو طبعا كان واقفين طبعا طاقم الحكام مستنيين ان هم يتم اخلاء الممر المؤدي الى غرفه خلع الملابس، لان طبعا كان لاعيبه بيراميدز والجهاز الفني كلهم واقفين على تراك الملعب مستنيين طبعا خروج الحكم يحتكوا بيه يوجهوا له اي سباب او شتائم. طبعا دي طبعا صوره غير مرضيه طبعا، انما طبعا هم مستنيين ان يتم. طب تتعاد يا كابتن مصطفى المباراه اذا احتسب للحكم الهدف؟ لا يا كابتن، الهدف غير قانوني يا كابتن، يتم اعاده المباراه طبعا بس بشرط. احنا طبعا الكلام ده ما كانش موجود زمان، يعني هو حته الفيديو والماتشات والتسجيلات دي ما كانتش موجوده، انما كان لازم الحكم عشان يتم اعاده المباراه هو يقر انه اخطا في تطبيق القانون. لازم يقر ان الناس كلها شافتها، لازم يقر في تقرير مباراه ان هو اخطا في تطبيق القانون. هو هنا كابتن برضو وجه انذار للعيب بتاع فيوتشر. فطبعا اللعيب ده هو يمكن في نرفزته شاور بايده الشمال وفي ايده الكارت الاحمر استأنف اللعب، ان هو قال للعيب ده العب. اللعيب ده لو ما استأنفش اللعب زي ما امره الحكم هيتم توجيه انذار تاني ليه وطرده. برضو المشكله هتتفاقم معاه وتبقى بدل طرد واحد بقى طردين. طبعا هو هنا ادى تعليمات للعيب بتاع فيوتشر ان هو يتم استئناف اللعب، وانما طبعا كان عبد الله السعيد لم يغادر ميدان اللعب، ودي طبعا حاله يعني جدليه وفيها كلام كتير جدا طبعا. انما في حاله احتساب هدف نتيجه ان هو ادى تعليمات باستئناف اللعب زي ما هنشوف كده حضراتكم بايده الشمال وفيها الكارت الاحمر، فطبعا برضو هيتم استئناف اللعب. اللعيب طبعا واخد لسه انذار اللعيب بتاع فيوتشر، فلو لم يستأنف اللعب طبقا لما امر ده فرصه انه يلعب والجول كيبر بره. طبعا. وبعدين يعني ده لا مباراه بدون حارس مرمى، انما حارس المرمى اي نعم في ميدان اللعب في الملعب، انما طبعا مش في مرمى. فطبعا برضو لو تم احراز هدف من هذه اللعبه طبعا كان هيبقى مشكله، يعني مشكله كبيره. الحمد لله ان ما جاش، الحمد لله يعني تم انقاذ الموقف يعني. انما طبعا حاله جدليه كان لابد ان احنا برضو نعرضها عشان الناس تعرف حلها ايه بالظبط. اتفضل يا كابتن. طبعا حتى في القانون بيقول في الفقره في الماده 12 اخطاء وسوء السلوك، في الفقره اللي هي بتاعه المخالفات اللي استوجب الطرد، في سبع حالات اخرهم غير السبع حالات اللاعب الذي يتم طرده يجب عليه مغادره ميدان اللعب والمنطقه الفنيه. يعني لا يتم استئناف اللعب ابدا قبل مغادره هذا اللاعب لميدان اللعب تماما، ولا حتى يتواجد على دكه البدلاء ولا في المنطقه الفنيه. تمام. دي الحاله طبعا اللي عليها كلام كتير.